ازاي ممكن نلزم الجميع، الجميع ده يعني شركات وجهات ومؤسسات ويعني افراد كمان مش كده؟ ازاي ممكن يبقى في طريقه ملزمه للجميع انه يلتزم بيها؟ هو مش هيكون في طريقه يعني هو ملزمه كلام طبعا كويس، لكن ازاي ممكن ينفذ على ارض الواقع وفقا لما تم عرضه؟ ما فيش اليه طبعا. هو طبعا الاتحاد الاوروبي ما بيتكلمش عن وثائق لما يتم نشرها، حضرتك اكيد عارفه كده. فهو وفقا لما تم ما تداوله اعلاميا ما فيش طريقه ملزمه ان انا اخلي الجميع يرشد 15%، ولكن هم بيحاولوا يقنعوا الناس، بيحاولوا مثلا المحلات هيقولوا لها طب بدل ما بنقفل 12 هنقفل 10، المصانع بدل ما بتشتغل بطاقه انتاجيه قصوى قلل الطاقه بتاعتك شويه على امل ان هم يخفضوا الاستهلاك بنسبه 15% علشان الوضع يعدي في اوروبا بشكل عام. لكن احنا لو بصينا هل المواطنين فعلا بيتجاوبوا مع القرارات السياسيه اللي الحكومات بتقولها؟ ببساطه كده لو بصينا على فرنسا هنلاقي ان في ظل الازمه اللي احنا فيها دي، وفي ظل ان مفيش غاز والعمال بتوع المصافي بتاعت النفط الاسعار العاليه تقريبا وجعتهم شويه، فقرروا ان هم يعملوا اعتصام وان هم ما يشتغلوش، وخرجوا تقريبا تلت المحطات الوقود اللي موجوده في باريس من الخدمه، نتج عنها طوابير سيارات كبيره جدا في الشوارع، والحكومه بتطالب العمال دول بالالتزام بالمسؤوليه المجتمعيه وانتوا ما ينفعش تعملوا كده. لكن طبعا في ظل الازمه دي هم استغلوا الظرف وقرروا ان هم يعملوا كده. يبقى هنا السؤال الاهم والاخطر، سريعا قول لي شايف ازاي العالم هيقدر يتعامل بطريقه اكثر واقعيه، خلينا نقول يعني لتداعيات هذه الازمه الروسيه الاوكرانيه اقتصاديا. تمام. العالم ماشي في مسار بتاعه ان هو بيرفع سياسات النقديه، بيرفع سعر الفايده، بيطبق سياسات نقديه تقشفيه، سياسات ماليه بيحاول فيها يقدم دعم اجتماعي ولكن هي برضو تظل تقشفيه. ولكن صندوق النقد الدولي بيأكد ان في احتمال بنسبه 98% ان السنه اللي جايه فيها ركود، فاحنا كده السنه اللي جايه فيها ركود. الولايات المتحده الامريكيه 100% السنه فيها ركود، معدلات التضخم الحاليه اللي موجوده عالميا متوقع ان هي 8.8% في السنه دي، هتقل ل 6 السنه اللي جايه، 4 للسنه اللي بعدها، يبقى احنا المتوسط العالمي هو 2%، فاحنا لسه بعد 3 سنين من النهارده احنا هنفضل معدل التضخم 4. اوروبا ما عندهاش حل تاني غير ان هي تقلل استهلاك، ترشد استهلاك، تنوع مصادر الطاقه بتاعتها. عندنا مبادره في المانيا ب 200 مليار يورو علشان تعمل صندوق لدعم الطاقه، المانيا ابتدت تبني محطات لاستقبال الغاز المسال. عندنا توجه ناحيه ان هم يقولوا لا، حط الفلوس او الاستثمارات دي في الطاقه المتجدده، دي فرصه ان احنا نتخلص من الاعتماد على الوقود الاحفوري، نتخلص من الاعتماد على روسيا ونتجه الى الطاقه المتجدده ونولد احتياجاتنا من الطاقه. بخلاف السيناريوهات الموجوده دي اعتقد ان المفوضيه الاوروبيه لو وضعت اي حل من الحلول اللي هي حطتها الخاصه بسقف سعري سواء لروسيا او للغاز المستورد من الخارج هيكون ليه اثار سلبيه مش ايجابيه على سوق الغاز في العالم بشكل عام. لان اي تدخل في حركه سعر سوق حر لبيع منتج معين بيخلق حاله من يعني سوق غير جيد، وده بيترتب عليه تغير فولاتيليتي او تباين عنيف في مستوى الاسعار في السوق بشكل عام، وده هيكون النتائج النهائيه بتاعته اثار سلبيه مش ايجابيه.